تحسبيو جمعية قلام شحال فيها من ايام؟ ايام معجونة بالعرق والمحنة والحلال. سالتو ألف تجربة وتجربة، رضعتو ألف تخميمة وتخميمة. هو اللي عشت فيه الدنيا غريبة، هو اللي عدو الزمان نفض الدوخة من عينيه قال حتى عمر ما ضاع. أنا ولد اليوم، أنا ولد غدا، وإلى ضياقة توسع. لا يضيق على شي كاتب. هو اللي عطشات الحجة ودور الحق، هو اللي ما حصل حتى تبسيمة، هو اللي كريم يمسح بهم عرقو، باغت يزرع سمان جون العشق. هو اللي ضاقت ما ضاقت منه النفس، نشر قلبو على حبل الحلال متشمس. جاتو الطيور من كل جهة، بقات تغمس من نقرها وتغمس. فاض صدرو بصراخ، ما لقى قدامو غير الكناش. احلف حتى يبوح بدمو للنهار، ويطرز الظلام خيوط الطب وعرش النوار. يكتب الشمس حل دراعها لكل عاشق العام، التعناق يعني الاحتراق قدام عين الزمان والمكان. اللي فيه ما هناه، واللي بيه ما قال يستناه. عاود الكتابه تعلمه، والحق الناس تمناه. ضاقت ما ضاقت منه الكتابه، خمرت الروح في كويس، عمر القلم التي هرب من ضربات. اللي فراس الريشه فراس الفنان، واللي فراس الفنان فراس الزمان. احضر راسك يا فلان، التاريخ ليه قلب وعين وجدان. تكريم ليس يعني أنه الوصول إلى مرحلة نهائية، بقدر ما أنه يالله بداية عمله من أجل يعني إعطاء محطات أخرى ومجهودات أخرى للوصول إلى يعني تحقيق المشروع والتصورات اللي كانت أصلا مطروحة منذ البداية ديال تواجده بمدينة تيزنيت. فعلا أستاذ عمو مناضل على جميع المستويات. فاش تنقولوا مناضل على جميع المستويات، على المستوى الحقوقي، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى يعني جميع المجالات، اعتباره انسان يضحي. من بين الميزات ديال المناضل تضحيه في الوقت، تضحيه في الجانب المادي، الجانب المعرفي، الجانب الفكري، جانب تضحيات على مستويات متعدده. وهنا والحياه خاصه المجال الشخصي، لان فاش تنقول تضحيه اي مناضل تتجي في هذا الاطار ديال تقديم خدمات للساكنه في الدرجه الاولى، وكاين كذلك تقديم مجموعه من افكار، مجموعه من تصورات اللي الناس على المستوى المحلي، على مستوى مدينة تيزنيت، وكذلك على مستوى الجهة، على المستوى الوطني. إذن هذا يعتبر كخزان لمجموعة من التصورات، وكذلك تطبيقها ماشي بالضروري على المستوى النظري بقدر ما أنها هي تتجه حتى على المستوى التطبيقي. كاين كذلك مجالات اللي ممكن أنه أنا شخصيا باعتباري احتكت معاه تقريبا لمدة منذ الولاية الأولى بمدينة تيزنيت، كان على المستوى الجمعوي يعني إنسان يهتم بالمجال الجمعوي، باعتبار انه المقاربه التشاوريه والتشاركيه كان مبدا اساسي اللي تنطلق فيه هو مساله ديال الديمقراطيه التشاركيه، وهذا مبدا اساسي اللي تنعمل به جماعه. وهذه المساله ديال الانصات، لان حتى هذه القضيه هذه ديال الانصات من بين الميزات الاساسيه ديال الاستاذ عمو، جميع وجهات نظر ينصت لها بتمعن بشكل كبير. هنا فين تتبان الحنكه اللي تيملكها الاستاذ عمو، اعتبره انسان اللي تيقدم خدمات مهمه كما قلت، ولكن في نفس الوقت ينصت للاخر، ينصت لوجهات نظر، وهذا يعطيه اكثر يعني واحد المكانه مهمه على مستوى المدينه وعلى مستوى الاقليم اللي تنتواجدوا فيه، وممكن على المستوى الوطني. هو اللي طلب باش يستر الضلوع، قالوا ليه وكنا ولا شحال دهنوا في الدمار، هز الضربه حط وجهه على وجه الشمس وقال شميسه يا شميسه لا تقطع علينا بزولة، شميسه يا شميسه لا تخلي فمنا محلولة. القمة الحفل هي تلك الكلمة الرقيقة المعبرة الشاكرة لهذه الفرقة التي ألقاها أستاذ
استاذ الجليل استاذ عبد اللطيف عمو رئيس المجلس البلدي واحد ابناء تيزنيت الذي هو مناضل في ميدان حقوق الانسان وله باع طويل في كل ما يتعلق بهذه الجانب المتعلق بالدفاع عن الكرامه وعن حريه وعن كرامه الانسان المغربي. اخواني تخليدا ليوم المراه والراجل ومحقوه من مجد تنطلقوا في هذا اليوم هنا باش كل واحد فينا يقول مزرع وما حصد. هل عم طلع علينا بقمكم خضر يكفينا يكفينا ما فينا ليام تطير قدامنا وحنا باقين حابسين قدامنا شي متاكل على شي شي معول على شي ما بقى عندنا وجه باش نلقاو النهار ولا ضمير باش نرجعوا للدار. ما احنا على فال اللي يقول ما كاين هروب من المكتوب شحال قدنا نتملصوا من هادي وديك شحال قدنا ندربوا وسخنا بالسيما والطوب التلفازة الراديو عياو ما يسيروا ولا سالوا من الكذوب اللي حفر لينا شي حفرة نطيحوه فيها اللي فتل لينا شي حبل نربطوه به الأرض أرضنا البطالة خطة وحنا خطة تيضربوا بنا شي بشي احنا لازم نختاروا من دابا محطة ما نخرجوا من هنا حتى نرسموا خطة. نشكر مختلف الأطراف الذين فكروا في تكريم الأستاذ وهو مكرم أصلا أستاذ عبد اللطيف عمو هو ينتمي إلى أسرة علمية أصيلة معروفة بالعلم والكرم والمجد فآل عمو كلهم علماء وقضاة وعدول وأطباء وأساتذة والأستاذ عبد اللطيف هو رئيس هذه الأسرة هذا على مستوى الأسرة الصغيرة وبين قوسين هي في الواقع أسرة كبيرة. ثانيا الأستاذ عبد اللطيف عمو في مجال مهنته هو قيدوم هيئة المحامين بالسنافية أكادير وأستاذ عبد اللطيف عمو في المجال السياسي هو كذلك رئيس الهيئة التي يمثلها في مجلس المستشارين رئيس الفريق والأستاذ عبد اللطيف عمو في مدينته هو رئيس المجلس البلدي إذن هذه المواقع هذه المهام وهذه الرسالات هي كلها مما يدعو إلى الاعتراف بالجميل وإلى نكران الذات وإلى السهر على خدمة المصالح العام سواء على المستوى المدينة أو على المستوى الجهة أو على المستوى الإقليم أو على المستوى الوطني لهذا الأستاذ الذي أحب الناس وخدم الناس وأحبه كل الناس فطوبى لهذا الأستاذ بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه التضحية وبهذا الإخلاص فنرجو الله تبارك وتعالى له بركة في العمر وتوفيقا في العمل وتحقيقا لكل الآمال.